السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير نتوما؟ لاباس؟ كي دايرين وكي دايره الاحوال؟ مين تي خيت كيراكو دايرين؟ بالله عليكم كي دايرين الزوينين المتابعين ديالي الاقدام والمتابعات القدام والجداد، متابعين ومتابعات، كيراكو دايرين؟ كي دايره الاحوال؟ نتوما لاباس عليكم وكنبغيكم ديما راكم في القلب. لكن اليوم غادي نجي نهضر لكم على سحر الهاتف، كتر بزاف وانتشر بزاف، اللي كتعطيو الهواتف لولادكم واللي جاتني كاين تعطيوها النمره، ولا اي نمره كتجيكم كتجاوبوا عليها، فهمتي؟ اليوم السحر تطور، راني هضرت لكم وغادي نعاود لكم، لان هذا السيد راه كان عندي هنا وجريت معاه وكان مزيان. اليوم السحر تطور، ما بقاش يجي بحال ابراهيم وصاحبه ويرشوا لك قدام الباب وكتب لا، اليوم غير الرقم ديالك ديال الهاتف، الصوره ديالك ولا الصوره ديالك ولا الايميل اللي فاتح، الايميل هو اللي تكوني فاتحه به تيك توك ولا اليوتيوب ولا كيسميتها، كيشدو ويصيفطوا لك خدام السحر، يعني يصيفطوا لك الشم، يرش لك ويشمك ويوكلك، فهمتي؟ ويرش لك في المنزل ويحمقك. علاش كيدخلوا هادوك النصابه تما عندكم في التعاليق تقول لك انا شريفه ولا شريف؟ هادوك اكبر نصابين، اي راقي اي فقيه كيدخل لكم في التعاليق تما عدوا باللي نصاب وما تضغطوش عليه، دغيا بلوكيوه، دغيا بلوكيوه وبلغوه، فهمتوا؟ باش نحاربوا هذا الشيء، لان الا ضغطتي على هذاك التليفون اللي عاطيه لك ولا كتمته ولا ضغطتي عليه انتيا، عنده الجن، البروفيل ديالو دايره بالجن، انتي وطيع على داك تنقاطي وبلوكي، شكي بيه وبلوكي بيه. هادوك باش نديرو هاد المحاربه كاع صحاب القنوات وكلشي، لان راهو كينصبوا على عباد الله هادوك الفقهاء ودوك الرقاد ودوك السحارات ودوك السحاري، سيرتو هذا شريف ودوك شريفه اكبر نصابين في العالم عالميا، كدير 40 مليون 50 مليون في النهار، راهو وصلت شكايات للمغرب للقنصليه وكيسميتها بهاد الشريف وهاد الشريفه، فهمتي؟ راهو وصلت الشكايات، راه وصلت، فهمتي؟ لان فيها تهديدات وفيها نشر تصاور وفيها شرف ديال عيالات ورجال وكتمته، راه وصل كلشي، راه وصل لهي المغرب، فهمتو؟ كلشي وصل، بعدا انا واحد منهم، فهمتي؟ صيفطت هاد الشكايات، فهمتي؟ بالاسماء ديالها بالتليفون ديالها بالارقام ديالها. لكن اليوم كثر بهذا الشيء، بزاف اللي الدراري تصيدوا بالرقم او دري، جا عندي انا واحد من الالمان كان هضر معايا في الاول وقلت له ضروري تجي عندي، كان جا عندي هنايا واحد من الالمان، قال لي اخويا ابراهيم كل ما يهضر معايا الاخ ديالي من المغرب كتقبضني واحد الرعده، تليفون قال لي سخون انا ما خدمه لا والو، قال لي النار شاعله فيه، قال لي كنشدك التليفون قال لي الارض تلعب بيا، كلشي لحمي بقى يتهزز وراسي وجعني، إلا طلب لي خويا جوج المليون ولا 20 مليون خاصني ندبرها له ديك الليله، نبات ندور ندبر له ديك الفلوس ونصيفطها له. قال لي درت له الدار، درت له الارض، درت له كلشي، هاد السيد بزنس، قال لي ما تقولش غير الاسم ديالي، فهمتي؟ هاد السيد بزنس وعزيز عليا، كان يدعي عليا غير العشاء. قال لي يا ودي ديما نبات ندور في الليل وخاصني ندبر ديك الفلوس ونصيفطها. قال لي درت له الدار، درت له كلشي، زوجتها ومرتها وكلشي، لكن غير يهضر معايا خاصني، لا بغا جوج مليون خاصني نصيفطها، لا بغا تلاتة مليون نصيفطها، لا بغا عشرة بغا عشرين نصيفطها. قال لي خلاني ودري، قلت له الحمار راه راصد لك الرقم ديال الهاتف وراصد لك هنايا، وكل ما تهز التليفون كيسميته خاصك تهضر معاه، كاين اللي ترصدها لصاحبها، كاين اللي ترصدها لراجلها، لكن كيمرضوك كتمرض. قلت له غادي تجي لعندي هنايا لسبان، صيفط له لوطيل، قلت له لوطيل لا، حنا عندنا هنا رخاص ماشي بحال فرنسا، ولا عندنا 50 اورو 60 اورو على حساب فلوسك، الا بغيتي تلعبيها تلعبيها، كاين تاع 300 400، ولكن اوطيلات نقيه اللي كنصيفط للدراري هما جاو عندي 350 رقبه، 50 اورو 60 اورو 40 اورو خيرين ونقيين وكلشي. صيفط له لوطيل، جا قلت له تقعد 4 ايام ولا 5 ايام، قال لي نقعد حتى 20 يوم، هذيك هي جا قلت له خاصك من تجي خاصك تشري تليفون، التليفون هذا اللي راه عندك عيطت لك العائله وعيطت لك الاخ ديالك جيبه، وغادي تشري تليفون اخر، بصح ما تنقلش ما ديرش الخيط، الخيط نقولوا حنا نديروا الخيط من لهنا للتليفون الاخر ودوز كيسميتها ودوز الارقام اللي عندك، لان الجن يتسرب ويقعد لك ثاني في التليفون الجديد. قلت له غادي تنقل هو واحد واحد،
توضع التليفون وتنقل كل شيء هذاك تنقله. لكن هذا الرقم الجديد اللي غادي ديره ما تعطيش للاخ ديالك وما تعطيش للوالدين ديالك، لان لا تعطيه للوالدين ديالك ما تفوتش الوالدين ديالك، ما تعطيش للوالدين ديالك لان غادي يعطيو لك، وما تعطيه حتى الاصدقاء ديالك. قال لي فعلا انا غادي نتبع الطريقه ديالك، خليت ودرت. قلت له غير كان التليفون فيه الجن وراسدين اهلك غادي نحرقوه بالاعشاب، غادي نمشي من لهنايا ونحرقوه عندي في النهار. الى طار التليفون غادي نديروه بالاعشاب وغادي نديروه في الجمر. غير طار التليفون وتهرس في السماء ما بقى حتى شي قفه، حرقنا الجن. لا هو غير طار هكا وهبط هنايا ما عندهاش الجن، لان خدمت الجوج ديال الناس بنت وراجل، واحد نتاع هذا اللي ما عندهاش الجن. اقسم لك يمينا يا العيالات، وها هو السيد شاهد راه حرم عليا البنت ديالي. شديته وجمعته به في الاعشاب ديالها ورميته مره واحده، لو كان ما درش وجهها كل وجه ديال السيد ما نعرفش شحال طار الكيلومتر في السماء وتفرقع، والتليفون شعلت فيه النار في السماء. حرقنا الجن، كان مسكن له الجن شي 15 سنه وهو مسكن له الجن نفس الرقم الاخ ديالو. شوفي الخوت فين وصلوا، وفين وصلوا الخواتات، وفين وصلوا العائلات. كيرصدوا لك باش صيفطي له الفلوس. حسبوا الناس هنايا عنده شجره راه كيبكر بنادم كسميته، راسدي له التليفون الاخ ديالو باش يصيفط له الفلوس. كي تهرس التليفون في السماء الراجل ريح طاح وسخف. انا ديما كنقول لكم كنهز معايا زيت الفيجل وزيت الحلتيت والمسك الاسود، ديما دايرها في البسطه في الساك ديال داك الساك اللي كنهزو فيه الوراق، فيه الوراق ديال اللوطو، كتبدا لنا شي مره تخلي الطوموبيل في الشارع يهرسوها لك ولا ويديو لك الاوراق، المهم بعدا صلب الاوراق راه هنا يهرسو كتبدا الطوموبيل، بصح غير ديالنا فهمتي، الا حطيتيها من جهه الواد ولا كتبدا. هذيك هي في الساعه جبت زيت الحلتيت وزيت السمنته وشممته، فاق قال لي اللحم ديالي ما بقى وجعني حتى شي حاجه. قلت له تعرف ولدي هذا الرق ما تعطيه لا لباك ولا لامك ولا لاختك ولا حتى شي حاجه. بقيت نقلع عليها بلدو، نقلع عليها في صوالح الوارثه، بقيت ندير لها استفراغ السحر، كانوا حتى موكلين اقسم لك. تقيا واحد الكره عامره بالخيطان، راني عاد مصوره واحد الكسمته عامره بالخيطان وخانزه خانزه سيني كسمته. كل يوم ندير لها استفراغ السحر وغير بالاعشاب الواعرين، غير دبا الواعرين كل يوم دباغ فهمتي، 20 يوم انا ندير لها. كل ما ندير لها استفراغ السحر كيطيح منها الويل، وندير لها الدنوس ولا الحوارات كيطيح منها الويل. خدمت له ثاني كن اعشاب وطيبته له، تما طيبته له في الحانوت وصفيته له، وقلت له انا ما عنديش هنايا الدوش في الحانوت، في الحانوت غادي تمشي للوطن ديالك فيه ودوش بيه، ودوش بيه ثاني كن ثلاثة ديال المرات. اليوم راه مخير، ما بقى يوجعه راسه، ما ينوض في الليل يبات يتمشى، ما شاده حتى شي حاجه، ولا مخير، وكانوا متقفين حتى على الزواج. دوك راه تزوج القاوريه اللي كان يتمشى معاه، لان قلت لها جبت الصويره ديالها، كانوا متقفين حتى على القاوريه. هو ما بغاش يدي عربيه لان كانت دا عربيه في الاول، وجابها ودار لها الوراق ولقى معاها المشاكل. قال لك هي مشات البلاد وانا مشيت للبلاد، لكن القاوريه داها معاها المغرب وتقفوها تما. من جاب تصور كنت نقلع عليها هو تحتها وقلع التصاور، واليوم دا القاورية وراه عندها معاها ولد وراها حاملة فهمتي. الوالدين ديالها قلت لها ما تفوتوش، كيمشي للتيلي بوتيك وكيصيفط له الفلوس من تما. قلت لها ما تحطش حتى الرقم من تكون في الماندا، ما تحطش الرقم ديالك، إياك تحط الرقم ديالك، لأن الوالدين ربا يدوخو داك الأخ ديالك وكيعطي. هذا الأخ ديالو كان يسحر له باش يصيفط له الفلوس. وهادي بزاف تاني كنطلعو، عندي عيالات مزوجات، وتاني كاين أخوت الراجل ولا أخت الراجل كتسحرلو أو لما كيسحرلو راسلينلو الهاتف. شوف إلا بغا يصيفطلك ولدك ولا بنتك يصيفطلك بلا سحر، حنا كنصيفطلو بلا سحر. لكن باش ترصدي الرقم للولد ديالك ولا ترصد للأخ ديالك راك مرضت خوك 15 سنة الطبة ما فهمولاش لا فراسه ولا فعظامه. كل ما يهز الهاتف قال لي التليفون شاعله في النار. عاد بقيت انا ملي كان تما عاد في الالمان عاد ما جاش لعندي هنايا، كنت نقول له ديما في التليفون هذاك دير فيه صوره زلزاله 100 مره
مكرر ديرها في اليوتيوب وكتخرج لك وطا عليه وديما يقرا عاد بقى يجع شويه فهمتي. بصح من جا عندي تفاجا ولا مخيل باش تعرفوا سحر الهاتف وسحر الصوره. بصح هاد الايام انا غادي نوريكم سحر الصوره وقع لي انايا في انستغرام. الصوره ديالي حرقوها في انستغرام، لكن نعرف ان هاد الساحر هذاك اللي كيقول لك شريف اللي راه تما اللي كان حاربه هو اللي دار هاد الصوره ديالي. كنت نصلي وفاش كنت نصلي جاتني هنايا انستغرام، غير كملت الركعه التاليه اقسم لك يا من كان العصر جاتني هنايا انستغرام راه كتحرك، لان قلت لك انايا كنحس بالحاجه وكنشوف الحاجه فهمتوا، لكن ما يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. غير كملت الصلاه ما كملتش ديك الصلاه حتى كي سمعت مشيت لقيت الصوره ديالي كتحرق اقسم لك يا من راه حرام عليا بنتي، كان ما عمري حلفت لكم في الوصفات دي. الصوره ديالي شتا كتحرق قدام دغيا درت القران ودغيا بدلت هذيك الصوره. وقعت لي جوج ديال المرات فهمتوا، جوج ديال المرات وقعت لي في انستغرام. علاش قلت لك الصوره ديالك ديال الوصف ولا ديالك تما ديرو قطه ولا ديرو كلب وما ديروش الصوره ديالك. الدري راه مخير راه مزوج هو القوارية دار مشروع كبير مخير بطل داك الطريق، قلت له خدك من داك الطريق كيبغيني يموت عليا. صيفط هدية ليا وصيفط الهدية للبنت ديالي صوفيا، راه عارض علينا غادي نمشيو عند الألمان ان شاء الله، وديما كيهضر معايا هو القوارية ما نفهمهاش شنو سميتها، لكن قال لي ها هاد السيد هو اللي سلك. لكن كي سمعوه هدا القوارية ناض خوفه النار، وعلاش راه قافل عليا التليفون وعلاش كيسميت فهمتي. قلت له انت كاع ما تبين له لا عيب لا شي حاجه، وقلت له المغرب درك محيها محال المغرب قالك ما نمشيلهاش نهائيا، وشوفي العائله ديالك كيسحر لك الهاتف باش نرد لي ميرسترك الهاتف. شحال من وحده بالصوره راه عندي شي 80 بنت هنا في اوروبا عندها القنوات وتبعوها وما بغاش يديه على حساب الوراق وداروا لها الجرايه في قادسي. شحال من واحد راني ديما كنصيفط ليه الوبر ديال الشمال والفيجن باش يبخرني، كنبغي يكون موت عليكم. اي رقم يجي عندكم فهمتوا، اي رقم يجي عندكم، لان اليوم تنكين كيشد لك فاش يعيط لك شي واحد انت تقولي انا هو يكون مجد القفل، هذاك القفل يقفلو ويتقفك طول حياتك. تاني كين يوجدوا شمعه ويهضروا معاك غير انت تقولي الو وهما يتقفوك، هاديك الشمعة كيشعلوها يبقى الراس ديالك سحر من النار، الراس ديالك يطرطق. تاني كين غيعيطولك ونتي تقولو الو وهما يدبحو ديك كيطيرو لها الراس ديالها ولا دجاجة ولا قن ولا كل ولا كسمتا كيشدك سحر التمر. حذاري لا تقولي شكون في الباب موجد لك القفل ونتي تقولي شكون تقفل وتزيد عندك فهمتي، وتدخل عندك وما جايبة خبر وهي راه دايرة حتى تمشي للدار وديرها. حذاري ما تقولو شكون، ما تعطيو الهواتف لولادكم، ودرك من هاد النهار ديما التليفون تبخروه، ديما صورة الزلزالة 100 مرة، صورة ياسين 100 مرة، صورة الواقعة 100 مرة ديروها وغي هي تهضر بوحدها. ما تحلي الهاتف في الصباح حتى ديري صورة قصار، صورة الإخلاص ولا الفاتحة، فهمتي، واخا ديروها غير 3 مرات. في الليل تاني كين قبل ما تنعسي ديري صورة الإخلاص وصورة الفاتحة 3 مرات ولا 4 مرات. عمركو تحلو الهاتف في الاول غير تخلطو، كاينين اللي دير حدا راسها ما ديرش حدا راسها. انا وريتكو دايره مع الاعشاب وما كنديروش حدا راسي، لان الا خادمين لك الجن، الجن راه يتسارى تما ويوكلك ويوردك فهمتو. وديما حلو التليفون وديما طفيوه، التليفون تطفيوه كامل تحسي باللي طفى عاودو تحليه جديد فهمتو. كنبغيكو ونموت عليكو، راني طولت عليكو، وحضيو راسكم هادشي راه واقعه 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 ديال سحر الهواتف والصورة والإيميل. كنبغيكم نموت عليكم وحدي ورسامكم.